للمزيد ينضم إلينا من فيرجينيا محمد العالم، الكاتب والصحفي والباحث السياسي المختص في الشؤون الأمريكية. سيد محمد، أهلا بك في هذه التغطية. بداية، يعني هناك مواقف من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه استراتيجية نتنياهو تبدو وأنها ترفض ما يقوم به نتنياهو، ولكن عندما يتعلق الأمر بمجلس الأمن ومشروع قرار داخل مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية ترفض اعتماد هذا المشروع. لماذا وكيف تنظر واشنطن إلى استراتيجية نتنياهو في الوقت الحالي؟ نعم، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. يعني أعتقد أن هناك تضارب كبير في يعني بين وجهة نظر واشنطن الرسمية وبين أفعالها. للأسف يعني دائما ما سيكون الفيتو الأمريكي حاضر في مجلس الأمن على أي قرار يقدم يطالب بوقف إطلاق النار، لأن في هذا القرار معنى إدانة دولية ورسمية لدولة إسرائيل، ومعنى التوافق الدولي على وقف إطلاق النار أن هناك جرائم كبيرة وانتهاكات للقوانين والقانون الدولي قد تمت بالفعل في غزة، وبالتالي أدت هذه الأمور إلى مثل هذا القرار، وهو ما لن تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية. فلماذا يعني لماذا هذا التضارب سيد محمد؟ ويعني هناك قلق أمريكي فيما يتعلق بالمحتجزين ورفض نتنياهو بإبرام أي صفقة، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة في مؤتمره الصحفي. نعم، المشكلة الأساسية هنا تأتي في وجود شخص نتنياهو يعني في سدة الحكم يعني في إسرائيل، وفي يعني ضعف إدارة بايدن في التعامل معه. هناك يعني شكوك كبيرة لدى الإدارة الأمريكية حول نوايا نتنياهو نفسه بأنه يسعى إلى مصالح شخصية، إلى مد الحرب أو تحقيق انتصار يعني يعتبر إعجازي في هذه الحرب حتى يستطيع أن يواجه به المجتمع الإسرائيلي وأن يمد آماله في أن يبقى في الحياة السياسية الإسرائيلية مرة أخرى. للأسف يعني تعامل إدارة بايدن ليس حازم بالكفاية. إذا ما نظرنا إلى الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، والتي اعتبرها العالم حاليا شريك أساسي في وقوع آلاف الضحايا بسبب هذا الضوء وهذه الميزانية المفتوحة من المساعدات الأمريكية التي لم يقابلها أي حزم من الجانب الأمريكي ضد إسرائيل فيما تفعله من انتهاكات واضحة تحرج الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أمام العالم. وبالتالي المشكلة الرئيسية في طريقة تعامل بايدن مع نتنياهو. من المعروف في الداخل الأمريكي أن يعني حجم عدم التوافق بين الجانبين كبير جدا، والدليل على ذلك أنه لم يتم دعوة نتنياهو للحضور إلى البيت الأبيض منذ أن جاء بايدن إلى سدة الرئاسة. حجم الخلاف كان قوي جدا على إثر الأزمة القضائية في الداخل الإسرائيلي. لكن للأسف مبادئ يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في أن إسرائيل شريك إسرائيلي شريك يعني استراتيجي، وأما إسرائيل لها ضرورة للأمن القومي الأمريكي، تمنع إدارة بايدن حاليا من اتخاذ إجراءات حازمة ربما يعني تؤدي إلى خسارة إسرائيل حربها في قطاع غزة. إذن لماذا أيضا التصريحات المباشرة يعني من جانب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد عندما يعني تتحدث عن احتمالية، يعني هناك احتمالية ليس هناك واقع، احتمالية وجود مشروع أو مناقشة مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، لماذا لا تتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستدرس هذا القرار أو ستدرس مشروع القرار قبل التصويت عليه؟ لماذا التصريح قبل حتى يعني فرض أو قبل حتى مناقشة هذا المشروع والتصريح برفضه التام؟ نعم، لأنها لا تريد أن تعطي نوع من الشرعنة لفكرة إدانة إسرائيل. كما قلت، صورة إسرائيل بالفعل يعني ليست نظيفة أمام العالم حاليا ومعها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ستخسر إسرائيل كل شيء إذا ما استطاعت يعني حركة حماس أو المقاومة الفلسطينية أن تفرض شروطها قبل إتمام وقف إطلاق النار أو هدنة دائمة.
وهذا ما صرح به بنيامين نتنياهو في آخر تصريحات له منذ ساعات، والتي قال فيها أن الشروط الفلسطينية حتى الآن تنبئ بخسارة إسرائيلية لهذه الحرب، وهو ما لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، لأن في هذا يعني هزة معنوية كبيرة لصورة إسرائيل ولمشروعها في الشرق الأوسط في السنوات القادمة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن خططها المستقبلية في الشرق الأوسط عن طريق تأمين دولة إسرائيل وصورتها العسكرية والسياسية في المنطقة في السنوات القادمة. من فيرجينيا محمد العالم، الكاتب والصحفي والباحث السياسي المختص في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك.